تحديدا في قصة مكان بناخذكم إلى منطقة الجوف اللي تعتبر من المناطق ذات النمو الحضاري، وهي من المناطق أيضا الواعدة سياحيا واقتصاديا. وجود آثار قديمة أبرزها قلعة مارد الأثرية في محافظة دومة الجندل، رح نعرف عنها أكثر في هذا التقرير مع الزميل يزيد السالم. منطقة الجوف شمالي المملكة العربية السعودية من أقدم المناطق الأثرية التي تحتوي على إرث تاريخي كبير، واللي يميز محافظة دومة الجندل وجود قلعة مارد الأثرية التي تعود للقرن السابع قبل الميلاد. دومة الجندل سبب تسميتها دومة نسبة إلى دوم أو دومان ابن النبي إسماعيل عليه السلام، اللي يقال أنه سكن فيها الجندل، تعني الحجر اللي بنيت أغلب مساكن دومة الجندل القديمة، وهذا نشاهده في قلعة مارد وفي مسجد الخليفة عمر بن الخطاب وأيضا في حي الدرع القديم. من أبرز المواقع الأثرية في دومة الجندل هي قلعة مارد. هذه القلعة تعتبر أقدم قلعة أثرية في المملكة العربية السعودية. ما ساعد على بقائها إلى اليوم هو استمرارية استخدامها كمقر للحاكم، بنيت لحماية دومة الجندل من الغزوات التي تتعرض لها من الحضارات المجاورة. القلعة بنيت على مرتفع يطل على المدينة بالكامل، بنيت أيضا بحجر الجندل، ترتفع عن سطح البحر أكثر من 640 متر. القلعة سميت بالمارد وهي تعني القوة والاستعصاء والتمرد على الأعداء. بنيت أيضا أنا زي ما ذكرت لحماية دومة الجندل وحماية أيضا السكان الموجود فيها الموجودين فيها، وكان سقوط دومة الجندل مرتبط في سقوط القلعة. يلجأ إليها الحاكم والجيش أثناء الحصار على المدينة. الأهالي كانوا يتفرقون في أطراف دومة الجندل من خلال الآبار الموجودة في دومة الجندل اللي تنتشر في دومة الجندل، وأيضا في بئر موجود في القلعة يستطيع أنه يستخدمونه كمخارج سرية وقت الحصار. سد منيع أصبحت أمام الغزاة. أعتقد أنه لم تسقط دومة الجندل من بناء القلعة إلا في السنة التاسعة للهجرة على يد خالد بن وليد. قلعة مارد من أقدم القلاع الأثرية بالمملكة العربية السعودية لتمردها واستعصائها على الأعداء. للقناة السعودية يزيد السالم، منطقة الجوف. نشكر الزميل يزيد السالم على هذا التقرير اللي كان من شمال المملكة عن قلعة مارد الأثرية.